يعني وصلنا لمساحتنا الأخيرة نحن نحكي فيها عن الناحية الطبية وخاصة التحسسية. كنا عم نحكي هلأ أنا وياك نيرمين والدكتور مانا وتغير الطقس عن هالحالة. اليوم بدنا نحكي طبعا بما يخص عالم الطفولة، الأمراض التحسسية إن كان من تغير الطقس، أيضا شو فائدة لقاح جريب الأطفال، إمتى الدكتور ممكن ينصح أنه الولاد ياخدوا. كل التفاصيل اللي حتكون مع دكتور وائل شحادة، ماجستير بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة وماجستير أيضا بأمراض الكلى عند الأطفال. رح نحكي أكثر عن التفاصيل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. هلأ بيقولوا ذروة البرد خلال هذا السنة يفترض حسب أخصائيين الجويين. خلينا نحكي عن الأمراض يلي بتنشأ عند الأطفال من تغير الطقس. هلا بصراحه وقت هجوم موجة البرد اكثر شيء بنشوف امراض الانفلونزا، امراض الرشح، الجريب، الزكام الشائع، التهابات الرئه، التهابات بالعوم اللوزات، لانه الوسط البارد بيأهب لنمو هذا النوع من الفيروسات او الجراثيم. وبصراحه هلا بلشت تشتد تفضلتي موجة البرد، يعني حتى بلشنا نشوف صقيع وثلج ببعض المرتفعات، فهذا الشيء كله عم يأهب لهي الامراض، هي الزكام، الانفلونزا والامراض الصدريه عند الاطفال. بالإضافة طبعا الأمراض اللي عندهم وضع خاص، اللي هن مرضى أساسا عندهم إصابات ربوية أو تحسسية، أقول هلأ إصاباتهم أشد بصراحة. نعم دكتور، يعني هلأ عم نشوف كل أولاد مريضين، يمكن مثل ما قلنا تتنوع الأسباب. خبرنا اليوم عن أشياء الأمراض اللي عم يصاب فيها الأطفال، وخاصة عم نلاقي شيء مثلا طفل عم بيجعوا صدره، شيء مثلا عنده تحسس، شيء قريب وعم يعدوا بعضهم بالمدارس، يعني بتلاقي دائما كل الأولاد مرشحين مثل ما بيقولوا باللغة العامية. هلا طبعا بكل أماكن الازدحام، بكل تجمعات الأطفال، الروضات، المدارس، حنلاقي الأمراض المعدية السارية. شفنا كثير حاليا بجدر الماء، شفنا الحصبه وهي انتشارها بالقطيرات. هلا ليش انتشرت هلا؟ بجوز انه هلا صار السعال اكثر، التقشق اكثر، الرذاذات مع الزكام اكثر، فصار في وسيله عدوى سريعه اكثر بالمدارس والروضات. شفنا حاله حصبه جدري، حصبه المانيه، شفنا حالات زكام شائع والتهاب قصبات. نعم دكتور، منلاقي بعض الأطفال مناعتهم أكيد هي مختلفة بين طفل وآخر، ولكن في أطفال عندهم استعداد أكثر للإصابة بهي الأمراض، يعني عم تكون خلال فصل الشتاء أو تغير الطقس. نحكي عن أبرز هي الأمراض يلي عم بتكون وشو السبب بيكون؟ بصراحة المناعة بتلعب دور كتير كبير بحماية الطفل. طبعا الإرضاع الوالدي مهم جدا، اللي بيعطي أضداد للطفل لفترة أطول. أطفال إرضاع الوالدي عندهم مناعة أكبر من غيرهم. احيانا عم نستعمل متممات غذائيه مثل عكبر وخلافه، كمان عم يساعد برفع مناعه الطفل، النوم بشكل كافي، النوم المبكر، ممارسه الرياضه، كل هي امور عم ترفع مناعه عند الاطفال. ليش هذا الطفل عم ينصاب اكثر من غيره؟ احيانا طبيعه البيوت، طبيعه المنازل، هي تهويته جيده، هي تهويته سيئه، الرطوبه بتلعب دور كثير كبير بانتشار الفيروسات والجراثيم صراحه. نعم، طيب دكتور، لقاح الجريب للاولاد امتى المفروض يتاخذ؟ قبل ما يعني يبلش موسم الشتاء ولا يعني اثناء المرض؟ لا بصراحه هو كونه لقاح فهو واقي، نحن ما بنعطي الواقي اثناء المرض، فهو لقاح بيحمينا قبل ما تبلش معنا الموجه. يفترض نحن من شهر 9 شهر 10 نبلش بلقاح القريب مشان نعطي الطفل مناعه من الامراض الموسميه الشتويه اللي عم تنتشر، نحميه من نزلات البرد. كثير بنركز على استعمال كل وسائل التدفئه عند الطفل، ان كان واقيات الازاء، ان كان لحشه صوف، ان كان كنزات صوفية، كل هذا الشيء بيحمي الأطفال من موضوع نزلات البرد. خصوصا لما تفضلت دوام المدارس عم يكون بالصباح الباكر، الاستيقاظ بهذا الوقت بهذا البرد بهي وقت هذا لحاله عم يأهب لموضوع الإصابات. نحن ننصح بلقاح القريب طبعا بأطفال أعمارهم فوق الخمس سنوات، وأحيانا بنعطي جرعات مخففة، يعني إذا تحت اضطرينا بأربع سنين نص الجرعة، وطبعا هو ينعطى خلال فصل الخريف لحتى يحميني من فصل الشتاء. دكتور، الاشخاص او الاطفال المصابين بمرض الربو خلينا نحكي كيف ممكن نحميهم اكثر، وطبيعه الطقس البارد ممكن تاثر عليهم؟ هلا مرضى ربو الاطفال هن مشخصين فعلا كربو اطفال، يعني نحن حتى يكون طفل عنده ربو بده يكون طفل من عمر خمس سنوات فما فوق. في حالات نسمع انه هذا الطفل عمره ست شهور عنده ربو اطفال او شخصوا لي ربو اطفال. حتى نحكوا على ربو بده يكون عمر طفل بخمس سنين وفوق، بده يكون عنده استجابه للارزاز بشكل دائم. هذا الطفل الساعه عنده ما بتحسن غير يا على البخاخات يا اما استعاض قصبيه يا على الارزاز. هذا الطفل الساعه عنده ما توقفل الا على الكورتيزونات او اللوكوترينات او مضادات تحسس المديده. فانا هون حتى اقول هذا الطفل هو معه ربو اطفال.
بنميزه عن التهاب القصبات الشعريه او التهاب القصبات التحسسيه، بيجي بعمار اصغر بعمر من 6 شهور لعمر سنتين ونص. هم التهاب القصبات الشعريه هي الاشياء نفس العلاج تقريبا، بيحتاجوا لارزازات، بيحتاجوا لمساعدات قصبيه، بس ما فيني اقول عنه ربو اطفال عمر 5 سنوات. الاطفال اللي عندهم الربو بصراحه لاحظها الفترات الماضيه انه وقت اجت فيروسات الاوميكرون والكورونا لمرضى الربو الكبار كان اشد بصراحه من المرضى اللي ما عندهم الربو. فهن ايه اصابتهم بالرشح حتكون اشد، اصابتهم بالتحسس حتكون اشد، سعال اشد، لان جهاز المناعي مفرط للاستجابه، يعني اي فيروس حيهاجمه فهو حيستجيب بشده، وبالتالي حتبلش اعراض الصارخه عند الاطفال. دكتور، يعني كمان كثير من الاهالي بس يمرضوا اولادهم بيوصفوا من عندهم دواء شائع من زمان يعني للاطفال، دواء السعله وخافضات الحراره اللي عم بتكون وادويه الالتهاب لاطفال باعمار صغيره. عم لاحظ انه احيانا في اولاد عم بيكون في عندهم التهاب بالادنين وهذا شائع كمان هلا. هي اخطاء شائعه ممكن انه تنعكس سلبا على صحه الطفل، شو ابرز هي الاخطاء؟ كيف بتوعي العالم عنها؟ هلا صراحه جهاز التنفس هو متصل ببعضه بشكل يعني شديد، بتلاحظي الاذن الوسطى مرتبطه مع المعمعه طريق نفير اوستاج، مرتبطين مع الجيوب، مرتبطين مع القرينات الانفيه، فوجود اي اصابه زكام او اي اصابه بالجهاز التنفسي ممكن تخفي وراء اصابه ثانيه. يعني ممكن الطفل عنده التهاب الدم الوسطى وعم يصعد، ممكن يكون عنده التهاب العوم وعم يصعد، عالجنا السعله ما عالجنا الاسباب الثانيه. فهون الاهل اذا حابين يعطوا شيء ليس ما يراجعوا طبيبهم نصحهم بالادويه العشبيه، ممكن يستعملوا الباميه، الزعتر البري، الادويه العشبيه بتخفف السعال. اما انه يستعمل ادويه كيماويه وادويه فيها مستحضرات صيدلانيه ما بنصح فيها ابدا لهذا الموضوع نوع من الاطفال. بالاضافه انه الاعمار الصغيره حتى ادويه السعال العشبيه ممكن ما تكون مناسبه لهم، يعني الاعمار اللي تحت السنه بدينا نكون حذرين بموضوع وصفات الدواء بالنسبه لهم. نعم. دكتور، خلينا نحكي عن ممارسات خاطئه اليوم بتكون بالتعامل مع هدول الاطفال يلي بتصيبهم امراض خصوصا بوقت تغير الطقس. ابرز الاخطاء الشائعه اليوم اللي عم تكون ممارسات من الاهل او حتى بالتشخيص اذا بدنا نقول. لا صراحه مثلا ممكن يستعملوا الاهالي احيانا مواد محسسه تزيد السعال اكثر ما هي، يحطوا ورق كينا، يحطوا ورق غار، يحطوا احيانا مواد تحسس الطفل اكثر ما تفيده. ممكن انه يجوا لموضوع مضادات السعال العشبيه لطفل مثلا سعالته منتجه لبلغم ويصبطوها، هذا الشيء خطا، يعني انت تعطي دواء سعال لسعال منتج. الافضل هذا السعال يبرز القشره على برا عشان الطفل يرتاح جهازه التنفسي. الخطا اللي تعطي ادويه رشح تحت عمر 6 سنوات، يعني ادويه البسودوفيدرين ممنوعة عالميا تحت 6 سنين، فكثير عم نلاقي استعمالات شائعه لها بس حتى تخف اعراض الرشح. اعراض الرشح والزكام ممكن تختفي بفيتامين سي، ممكن تختفي بادويه عشبيه، ما أنا مضطرين لهذا النوع من الادويه. احيانا في نلاقي انه رفض موضوع الارزاز التنفسي هو اجراء كثير كويس وكثير بيساعد بتوسيع القصبات. احيانا في مقولات انه هذا المرض ممكن يستمر مع الولد، ممكن يصير يحتاج الارزاز بشكل مستمر، هي كلها هي معلومات خاطئه. الارزاز ما ممكن يوقفه باي لحظه، ممكن يستغني عنه باي دقيقه، حتى بخاخات الربو مو معناتها كمين اخذ بخاخ ربو هو مريض ربو، يعني ممكن يستغني عن البخاخ باي توقيت. نعم، نصائح اخيره وسريعه بتحب توجهها لكل مين عم يحضرنا؟ بنصح صراحه احنا انه اي طفل اي مريض عنده استعداد تحسسي او تحسس من اي شيء يكون في ورقه معه، يعني لا سمح الله اذا اسعف باي مكان يكون في ورقه هذا الطفل بيتحسس من بنسلين، هذا الطفل بيتحسس من ادويه معينه او يكون معه حتى حبوب المضادات الهستامين بجيبتهم معهم بحيث باي لحظه يمكن يستعملوها. مريض الربو او الطفل اللي معه ربو يكون بخاخه دائما بحوشته، يعني حتى لو كان بمدرسه او وين ما كان، لانه هذا اجراء اسعافي وضروري. بنتمنى نحافظ على تدفئه الاطفال كلياتهم وخصوصا الساعات الصباح الباكر، النوم بشكل كافي وممارسه الرياضه، ونتمنى السلامه للجميع. اكيد بالختام نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس وكل الاطفال. بنشكرك لوجودك معنا الدكتور محمد وائل شحاد اختصاصي بامراض الاطفال. يعطيكم العافيه، اهلا وسهلا.